حتى عالموال تمسي ياسم ظبط حاله شعبه مديون وفخران متابعينا متابعي برنامج على البال، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجنا اليوم على وكاله خبر الفلسطينيه. في حلقتنا لليوم راح نحكي معكم متابعينا عن موضوع السفر، مشقاته ومتاعبه واخر مره سافرتوا فيها، فخليكم معنا حتى تشوفوا اجابات المواطنين. بتعرف فيكي؟ اسمي دان عاكف. اهلا وسهلا يا دان. احنا اليوم راح نسال موضوع السفر، بس قبل ما ندخل في موضوع السفر يا دان، بدنا نحكي عن موضوع اللي هو شو بتعملي في حياتك؟ شو بتعملي في حياتك؟ بدرس بالجامعة وبلعب رياضة اسمها مواي تاي. رياضة مواي تاي. طيب شو بتدرسي في الجامعة وأي جامعة؟ بدرس في بير زيت ومحاسبة. لك جمهور ما شاء الله. رياضات الأقصى. طيب تمام. جمهور ومحبين لأصل عشان الرياضة طبعا. شو طبيعتها هاي الرياضة؟ هي رياضة قتالية فيها انه اللي بيميزها الكواع الركب، هي نفس مثلا الكيك بوكسينج وهذول الشغلات، بس انه هي فيها كواع الركب وهيك شغلات. طب نرجع لسؤال الحلقه، بعد ما حكينا عن موضوع الرياضه والكواع، اللي هو وين كان اخر سفر لك ومتى كان؟ قبل فتره كانت بالامارات. كانت ليش؟ بطوله يعني. يعني ضمن الرياضه. عرفتي تشوف المنطقه المكان ولا بس ضليتي جوا تضربي الناس؟ هو صراحه كانت يعني اكثر كنا بالبطوله اكثر، يعني ما كناش نروح اماكن، انه بس بالبطوله نروح نشارك او نتفرج على الفايتات وبس، انه ما كانش انه نروح نشوف اماكن وهيك اشياء، بس انه اخر يوم يمكن. تعرفي محمود؟ اهلا وسهلا فيك. وين انت؟ من الخليل، سكان رام الله. اهلا وسهلا فيك. كيف شايف رام الله وجبل رام الله؟ شبه الخليل ولا كيف؟ والله الحمد لله تمام، يعني منيح. مين احلى؟ ثنتين حلوات. مش معطي جواب عشان ضل هنا وهنا بخير. عشان ضل سليم. طيب احنا اليوم في برنامجنا بنسأل عن موضوع السفر. امتى اخر مرة سافرت فيها؟ ولا مرة بصراحة. ولا مرة. على امل. وصلتش الجسر. على امل في الاشهر الجاية. في الاشهر الجاية. بلزمها اجازة يعني. وين ناوي تسافر؟ ممكن تركيا. خيار ممكن الامثل. تركي. ليش تركيا؟ يعني بحس اسعارها مناسبة. السياح عليها بكثرة. دائما بتحسب المادي. طبيعي نحسب المادة، ما هو الراتب على القد يعني. عشان الراتب مش عشان انت اساسا دخيل. لا عشان الراتب برضه بصبطش يعني، الواحد على قد الحافظ دي من رجليه. تعرف فيه؟ سليم دبور. اهلا وسهلا فيك، من حضرتك؟ انا سكان جفنة. اهلا وسهلا فيك. اليوم نسأل موضوع السفر، فبداية متى اخر مرة سافرت فيها وين كانت؟ اخر مرة ب 2006 كانت للولايات الامريكية المتحدة. شو كان سبب السفر؟ هي كانت دعوة من الديبارتمنت اوف ستيت، من الحكومة الأمريكية، يعني في إطار العمل. إطار عمل للان جي اوز، كانت لقادة الان جي اوز في الضفة يعني. طبعا من كل بلد كان واحد، فاختاروني انا من فلسطين يعني. كيف كانت السفرة؟ كيف كانت الولايات المتحدة؟ يعني جميلة جدا، استفدنا كثير منها، تعرفنا على، قبلنا كفاءات من هناك، يعني تواصل مع مؤسسات لهم علاقة كانوا بالعمل اللي كنت بعمل. بعدها ما شفتش الخير لما رجعت سافرت؟ ما شفتش الجسر بعدها؟ لا والله بعدها ما طلعتش، لا، بس كنت قبل عايش في اوروبا يعني. عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا، عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا. تعرف فيك؟ احمد الجعيود. اهلا وسهلا. كمان احمد عمار. احمد احمد الجعيوي. من انت؟ انا من بيت لحم اخي. اهلا وسهلا فيك. وانت؟ برضه من بيت لحم. قرايب. اهلا وسهلا فيك. قرايب يعني. قرايب. طيب شو بتعمل اليوم في رام الله؟ والله كنا في منتدى شايف علي بيختص في الشباب، وكان في مبادره ونشاط وتدريبات حبينا انه نشارك فيها، عباره 3 ايام هي، وخلصناها وهينا مروحين الحمد لله. تمام، يعطيكم العافيه. حبلش مع احمد بعدين حرجع لك. نسال عن موضوع السفر اليوم، متى كان آخر مكان سافرت عليه وين كان؟ كان على تركيا. على تركيا، كل الشعب سافر على تركيا، على العيد هذا؟ لا، زمان يعني قبل فترة. يعني كم وقت بيكون؟
تحكي بال 2019. يا حبيبي 2019، ليش بعدها ما رجعت شفت الخير ولا سافرت ولا شفت الدنيا؟ والله انشغلت في دراستي وكملت في الجامعة حقوق وتخرجت الحمد لله، وهيني شغال يعني دراسة. أما هسا إن شاء الله لقدام شوي يعني بصير عندي وقت فراغنا وسافر أطلع كمان مرة. شو رأيك في تجربة السفر ككلها ومشاق السفر؟ شوف السفر يعني بدك تيجي من ناحية نفسية، مريح جدا، بغير نفسيتك، بغير عواطفك. تمام. عواطفي كمان؟ العواطف طبعا، ما هو كل المشاعر والأحاسيس كلها مع بعض عواطف، شايف علي؟ انت شخص عاطفي يعني، مع انك محامي يعني، بس الله ماني شايف عاطفي، بس مرات بكابر يعني، شايف علي؟ لازم الواحد يكون. تذكرت احزانك على البحر؟ انت بس الاحزان كل شيء تذكرنا. يعني كانت يعني رجعتها شفت الفرق، شايف علي؟ شو الفرق؟ فيش فرق. كيف فيش فرق؟ في فرق يعني. شو الفرق؟ انت مسافر هناك بتشوف ناس جديدة، ناس تفكيرها مختلف، ناس ثقافتها مختلفة، ناس لغتها مختلفة، تمام؟ فانت تلقائيا بدك تتعامل معهم، فبالتالي راح تغير كثير شغلات في نفسك وترجع هان تنصدم بالواقع. تنصدم بالواقع بشخصية مختلفة، بتمشي فترة بعدين بترجع زي اللي هان. تتعود. بتتعود. طيب خلينا نشوف صديقك احمد برضه. اه يا احمد، وين رحت ومتى سافرت؟ بال 2019 رحنا على باريس. شهر. باريس. نعم. كيف كانت في باريس؟ زي ما بيحكوا مدينة الاضواء والاشياء ولا في راحة نفسية والله. منها ثقافة ومنها يعني تعيط تحت برج ايفل احسن ما تعيط في رمضان. يعني عليك. منها ثقافة ومنها شمة هواء كمان. كان سفر نفسية. شمة هواء ولا شغل؟ كان منه شغل ومنها شمة هوا يعني. كم يوم قعدت في فرنسا؟ شهرين تقريبا. أو لم طول هناك. كيف كان؟ شو كنت تعمل؟ كيف كان يومك؟ كان في مؤتمر فلسطيني. خلصنا من الشغل يا عمي، حكينا شو كنت تعمل في يومك هناك؟ شو كنت تعمل؟ كنا نروح ننزل على هالفولجا على البحر، ننزل على هالبرج، نتمشى. مش زي عنا، أول ما تشوف عندنا بحر خير. أول ما توصل الجسر تشوف الاحتلال في وجهك ومعاملته. هذا فرق شاسع. نغص عليك يعني معاملته. طبعا. شو الفرق ما بين فرنسا ورام الله؟ بكفل فرنسا ورام الله. فيش بعد بلادنا بدك الصراحة. وين ما نروح أخريتنا نندفن في بلادنا. أنت جاي تندفن هان؟ بس هذه عقيدتنا إحنا الفلسطينية، لأن انولدنا هان وعشنا هان وتعودنا هيك على الوضع. بس برا صح يعني أوروبية. تطلع تعيش برا وترجع تندفن هان. يعني عليك. شكرا. يعطيك العافيه. طب وين حابة تسافري اذا جتك فرصه، بلد او مكان؟ حابه على فرنسا، كثير بحب فرنسا. ليش؟ مش عارف، بحسها كثير مميزه، وبدي اشوف برج ايفل هيك. مميز فيها شو؟ بتختلف عن رام الله؟ مش كتير بتختلف يعني، بس فيها هيك أماكن حلوة بحس، والأنهار اللي فيها والأشياء يعني بحسها مميزة. شكرا لك، يعطيك العافية. طب شو بتحس مميز في تركيا وتحب تشوفها هناك؟ هي تركيا يعني بتتميز بتنوع أقاليمها، فيها البيئة الريفية، فيها البيئة الحضارية المدنية، فهذا الإشي يعني بعطي تعدد خيارات للسائح. عشان هيك حابة تروح؟ أكيد. طبعا. شوف في مناطق مختلفة مثلا، شو بتختلف تركيا عن فلسطين؟ يعني الواحد هو ليش بسافر؟ عشان يغير جو. بس هي بتختلفش يعني؟ لا هي بتختلف أكيد يعني. في شو؟ كل شيء. شكرا لك. كنت عايش في أوروبا. نعم. ليش رجعت؟ السؤال دائما مستفز. والله مش هو مستفز، أنا في الأساس أنا حصلت على الجنسية بقرار ملكي من ملكة هولندا، وطلعت جربت برا وقعدت كم سنة هناك. لكن يا اخي احنا مثل السمك يعني، لما اطلع من المي بموت. صمدت كرشين؟ اكيد يعني، طبعا اكيد، بس انه خلص يعني بتشوف انه العالم مش عالمك يعني، ومهما كبرت وسويت هناك مش لوطنك. مش شو الفرق ما بين اوروبا وفلسطين؟ وفروقات كثيره جدا يعني، اهمها يتلخص في اهمها. اكثر شيء لفت انتباه النظافه الموجوده هناك في الشوارع، الجمال، الخضار، الانهار، الطبيعه. جمال شو؟ لكم الله جمال الطبيعة يعني، الخضار، الأنهار. يعني أكثر شيء كمان لفت انتباهي وصار جديد عندنا أعتقد في البلد يعني، مسألة حتى الحاويات أجلكم الله، بتلاقي هذا للكرتون، هذا للزجاج البني، هذا للأخضر، هذا للكذا. إعادة تكرير يعني. ما بتلاقي إعادة تكرير، ما بتلاقي في الشوارع قمامة أو شيء مثل هيك يعني. فبعرفش، والناس هناك بحالها يعني، ما حدا إله بالتاني، حتى جارك يعني. شكرا لك. آه.
يعطيك العافية. متابعينا مع هي الجبات حول موضوع السفر بنكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامجنا على البال على وكالة خبر الفلسطينية، واستنوني أنا بها بركات بموضوع جديدة وحلقات جديدة، ومع السلامة.